هاي تو الموند، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا معكم ليمن أستاغز حياة البجوية. تتمنى لكم أوقات ممتعة إن شاء الله. هذا الفيديو يلقاكم بخير وصحة. ولهنا قبل ما نبدأ الفيديو من فضلكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يصلكم كل جديد عندي، والجام واللايك والبارتاج من فضلكم لفيديو وماكسيموم هكذا باش يعني يستفدوا كامل. اذا بمناسبه هذه يعني بمناسبه يعني المولد النبوي الشريف، نقول لكم كل عام وانتم بخير. وهذا اطمنه درتها في المولد النبوي الشريف، وعاود عاود عاود زدتها يعني نظرا لشحال عجبت لهم هذا الطمينه. يا الحباب شحال عجبت لهم هذا الطمينه، هايله هايله. ما تدير ما تغزغز ما تدير، نعطي لكم واحد الوصفه اول مره في اليوتيوب من عند ليمن ستارز، راح تعجب لكم وراح يعني تعتمدوا عليها. يلا لهنا عندي هذا السميد المتوسط، اختاروا فقط السميد الهايل اللي يعني المليح للطمينه. وعندي لهنا العسل، وعندي لهنا الزبده. لهنا ندير يعني ديري باي كيلة تحبي يا البنات، اي كيلة تحبي. انا درت هذا البول ندير 3 كيلات يا البنات تاع السميد يعني المتوسط. هذا الكلام انا ندير مولوجي يعني المتوسط. شوفوا 3 كيلات 3 كيلات، بكيلة تاع الزبدة وكيلة تاع العسل. اذا هنا انا والبنات شوفوا واش نديرو. انا ندير مني ما نديروش ني في المقلاة ني في الكاسرول، نديرو في الطاجين تاعي. عبالكم خليو الطاجين يا الحباب تاعي يسخن تخي تخي بيان، وبداو يا حبيباتي لهنا ديرو فيها تحمصو فيه شويه شويه كيلة كيلة كيلة. انا 3 كيلات يعني نحمصهم حتى ياخذ لي هذاك اللون الجميل الذهبي الرائع، والريحه تاعو تاع هكذا كي يتحمص له الله يمنع لي الطميله تاعكم تجي هايله. كما قلت لكم يا البنات لهنا النار تقول تكون يعني متوسطه فقط باك تحرق لكم هذا الطمينه، هذا يعني السميد المتوسط تاع الطمينه. لهنا يا البنات بعد ما يعني درتو كامل نخليه هكذا يبرد تماما ونخليها على جهه. اذا لهنا دلوق نروح للزبده تاعي. اذا نجيب ثاني كيله تاع الزبده وكيله تاع العسل. انا لهنا يعني درت شويه تاع لابيل ودرت 200 غرام تاع تاع الزبده هذه تاع التارتيني. مليحه مليحه يا البنات، جات واحد الطمينه هايله. في نار هاديه بيان سور نذوب الزبده كامل يا البنات. لهنا عندي كيله تاع الزبده، ديري اي زبده تحبي فقط يعني متخصصه تاع الطمينه. وندير كميه يا البنات تاع العسيله. لهنا درت المرجان، انا نحب هذا العسل المرجان نحبها يعني فوق. لهنا يا البنات يعني شوفوا الاخطاء اللي توقعوا فيها بزاف، يعني شحال يقولوا ليمن تجيلنا تغزغز، ليمن تجينا ماشي بنينه، ليمن تجينا اللي دم فوق. يعني هذه الاسئله تلق يعني نجاوبكم عليها، لان مع ليمن ستاقس تلقى عندكم التفاصيل باش عند لكم هاد الطمينه. شوفوا في هنا في النار هاديه لازم هنا السر الوحيد بالك فقط تغدي لكم الزبده مع العسل. قيس فقط ما نذوبوها، ندخل كامل العسل في الزبده طفيه وما تخليش حتى تغلي لكم، سينو راح يعني تجيب لكم يابسه وتجي لكم هذيك الليدام كامل. هنا دير قرصه تاع الملح والعود تاع القرفه. لهنا العود القرفه تحبي ديري هذاك بودغ، انا ما نحبش ندير في بودغ باش تطلق فقط يعني القرفه تاعها. لهنا ونجيب نصف كاس من الحليب. الحليب يا البنات لهنا شوفوا كيفاش نديرو بالخيط، نديرو خيط فقط ونبدا ندخلها كامل في الزبده والعسل تاعي. وبدا نخلط يا البنات، لهنا نخلط القرصه تاع الملح ضروريه يعني تجي واحد البنه. واش نقول لكم لهنا بعد ما بردت لي تخي تخي بيان الطمينه تاعي يا البنات، شوفوا كيفاش ندير. لهنا نبدا نسكب بالعقل بالعقل، نسكب نسكب وانا نخلط نسكب، وهذاك العود تاع القرفه راهو يطلق في البنه تاعو، ومن بعد نحيه بيان سور. فوالا يا البنات لهنا شوفوا كيفاش هذا العود تاع القرفه نحيه بيان سور. ولهنا الخليط نسكبو في البول تاعي هكذا، شوفوا كيفاش يجي هايل. دوكا لهنا فقط للجمعه صورت هذا الفيديو في الجمعه، نقول لكم ان شاء الله تنور علينا النور باذن الله تعالى. لهنا شوفوا جينا للسر. السر هو لو باتور. شفتوا كيفاش نديروها، نديروها بالباتور. وعلاش الباتور يا البنات؟ الباتور باش يعني هذاك اللي دام كامل حنا ندخلو كامل هذاك الزبده مع العسل، ندخلوها كامل في السميد تاعنا.
ولهنا ديراكتومون نعاود ندير نزيدها نديرها في الغوبو. وي شوفوا هذه اللقطه، هذه يعني المرحله تاع الغوبو، يعني جامي شفتها في اليوتيوب، اول مره في اليوتيوب انا اللي اكتشفتها، يعني باسكو ندير طمينه ندير 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 واكتشفت، يعني قلت له علاش تغزغز وعلاش لي دم يبقى، وعلاش حبيت نعطي لكم اسرار النجاح. ها لهنا شوفوا في الغوبو، ديروا فقط كمية كمية، بالك فقط يعني حبس لكم الغبو تاعكم، كمية كمية، ما ديروش يعني الكمية كاملة كامل، يعني تجيكم هذه الطمينة يربلت هايلة صدقوني، يعني رطبة لينة، تقدر يعني تقدر يعني دايرة كيما روينة، بنينة بنينة يربلت. واش نقول لكم، فقط تبعوا الخطوات. لهنا بعد ما درتها في الميكسر والغبو، لهنا بنسكبها في البول تاعي، الله الله، ونبدا نخلط فيها بالملعقة الخشبية يا البنات. وشوفوا كيفاش، شوفوا كيفاش كيفاش هذيك الليدام كامل العسل والزبدة ما يبانوش كامل، راهم هايلة. يعني عطيت لكم واحد الوصفة يعني أول مرة في اليوتيوب، وطمينة تجي يعني قلت لكم درتها في المولود، قسما بالله يعني درتها في المولود، ونظرا قالوا لي كامل ليمن زيدي لها لنا، ليمن زيدي لها لنا، وزدتها عاودتها، وانتم تاني راح تدعي لكم تدعيوا لي عليها عفوا، وتعتمدوا عليها هكذا في الافراح تاعكم، في الحفلات، في المناسبات، بوكو با. اذا لهنا نديرها في البابي فيلم، نخليها في الفريجيدير، يعني تطلق روحها تخي بيان، نخليها ترتاح هكذا حوالي هكذا نصف ساعه كامل، ونجيب لهنا لاسيه تاعي هكذا لهنا اتزيين فاكولتاتيف، نبدا لهنا نديرها كامل، نبسطها تخي بيان بلا سباتول تاعي، نحاول نديرو عمل راقي. انا شوفوا انا تزيين ما نحبش ندير تزيين يعني هذاك ثقيل، لاي مانستاغست حياه تو توجور تحب حاجه خفيفه، فوالا حاجه خفيف ضريبه، ما نحبش حاجه شارجي. درتها لهنا برقائق الكاوكاو اللي حمصتهم باش تعطيها دي البنه. واش نقول لكم عبالكم يا البنات، غير جربوها وقولوا في لي كومونتير، وعاود قولوا لي ما تغزغز، ما تخلي هذيك الطبقه تاع اللي دم فوق يعني رطبه، تاكلوها وتقولوا نزيد، تاكلوها نقولوا زيد. لهنا تزيين تحبي بلي دغاجي، تحبي بلي كاوكاو، بالجوز، اللوز، لهنا سي فاكولتاتيف، تحبي تخليها هكذاك، ما شاء الله. يعني صدقوني صدقوني ديروها وتعاود زيدوها هايله وبنينه، ولا كويزين معمره بذاك بالسميد المحمص، الله الله. اذا من فضلكم بارطاجيو لا فيديو الى فيديو اخر باذن الله. لي مانستاغس حياه البجويه، تمني لكم اوقات ممتعه الى فيديو اخر باذن الله. باي.